سنعمل اليوم على إيضاح طريقة الليزك، ما هي مساوئها ومحاسنها حسب الطريقة التي سنعمل بها. طريقة الليزر كما تعلمون هناك طريقتين لها، عن طريق الشريحة وعن طريق قحط المخاطية. ما هي الأسباب التي نرجح فيها عن طريق قحط المخاطية أو عن طريق رفع الشريحة؟ قحط المخاطية لها عدة أسباب. أول شيء، نقحط المخاطية خارجيا ونعمل الليزك في الطبقة الخارجية الصلبة من القرنية دون انقسامها. والسبب في ذلك هو أولا رقة القرنية. إذا كانت القرنية رقيقة جدا لا تسمح لنا برفع الشريحة وتطبيق الليزر تحت الشريحة، لأن هناك عدة أسباب، من أهمها أن يكون تحت الليزر لدينا 350 ميكرون كأرض تحتية لحتى ما نتعرض بالمستقبل لأمور سلبية. الناحية الثانية، طلب المريض. بعض المرضى يطلبوا منا أنه ما بده رفع شريحة، بدهم بشكل عام عن طريق قحط المخاطية كما لديه معلومات مفضلة. الناحية الثالثة، هناك بعض المهن نحن على طول إذا كانت الدرجة قليلة أو الدرجة صغيرة نفضل أنه عمل الليزر عن طريق القحط المخاطية للأسباب التالية، لكي لا نترك أثرا في القرنية أو نعمل مجال ضعف فيها. المهن، من أهم المهن، بعض المهن لا يريدون أن يعلم أحدا أنهم عملوا ليزر أو في أثر للليزر فيهم نتيجة قبولهم في بعض المسالك، مثل الطيارين، ضباط الجيش، والملاكمين الذين قد يتعرضون لضربة إذا كانت عن طريق رفع الشريحة، احتمال في أي وقت وإن كان بعد سنوات عديدة تحرك مكان الشريحة. وهناك بعض المهن مثل الحدادين واللي يشتغلوا في مجال الحدادة لكي ما تدخل شظية أو شيء، أو في مناجم الحجر لكي لا تدخل أي قطعة حجرة فوق الشريحة. عندما تدخل أي قطعة أو جسم أجنبي فوق الشريحة ونحاول نحن تنظيفها بالطريقة الميكانيكية، قد يثقب مكان الشريحة أو يتحرك من مكانه، مما يسبب لي مضاعفات في المستقبل وبقاء لطخة دائمة قد تؤثر على مجال النظر. لما بدون شريحة كما حكينا البيريكا لاسيك ونوتاتش. أما عن طريق الشريحة، متى نعملها؟ عن طريق رفع الشريحة. رفع الشريحة كما تعلمون ليزق مباشرة عن طريق المشرط وعن طريق جهاز الفيمتو. جهاز الفيمتو ليس جهاز ليزق، وإنما عن جهاز يساعدنا في رفع الشريحة. فهناك طريقة انتراليز عن طريق الجهاز وطريقة الفيمتو ليزق. الأمور متى ترجح عن طريق رفع الشريحة؟ عندما تكون عندنا سماكة القرنية كافية بناء على طلب المريض، وإذا ما كان هناك أي عائق في القرنية، لا في لطخ ولا أمور ثانية، ويمكن إدارتها بأي وسيلة وبشكل بسيط. طبعا عن طريق الطريقة الثالثة التي أحدثت حاليا هي عن طريق السمايل. السمايل كما تعلمون أحدى الطريقة في الليزك، ولكن هناك ترجح لعدة أسباب، من أهمها إذا كانت سماكة القرنية رقيقة جدا ولا تسمح بأي نوع من أنواع الليزك حسب درجة المريض. والناحية الثانية موضوع النشفان، لأن عندنا موضوع النشفان أهم عامل سلبي بعد عملية الليزك يواجهه المريض. فلأن طريقة السمايل عن القرنية عن الطريق الجانبي تدار بدون قحط المخاطية، مما لا تسبب نشفان بشكل قوي كالطرق الثانية عند المريض. وشكرا لكم أخوتي المشاهدين.